بيقول اصغي يا الله إلى صلاتي ولا تتغاضى عن تضرعي. اصغي يعني استمع بإنصات يا رب، يا رب أنا بصرخ إليك، استمع لصلاتي بإنصات، مش بس إنك تستمع لكن ما تتغاضاش عن تضرعي، يعني ما تحجبش وجهك عني الناحية التانية، اسمع ونفذ يا رب. دي دالة داود، دي دالة الابن على أبوه، اسمع يا رب وما تتغاضاش، اسمع يا رب ونفذ اللي أنا عايزه. زي ما شفنا في سفر الملوك إيليا لما بيقول لربنا يا رب ما تعملش مطر، مش عاوز مطر، لغاية امتى إيليا؟ لغاية لما أقول لك يا سلام. دي دالة بين الابن وبين أبوه. بس هنا لو في علاقة قوية أصلا ما بين الشخص اللي بيصلي زي داود النبي مثلا أو إيليا، وعلاقة قوية ما بين ربنا، لكن إحنا أوقات كتير بنصلي وإحنا العلاقة دي مش موجودة، والصلة اللي ما بين الأرض والسماء مش موجودة، فبتلاقينا بنصلي كده وخلاص من غير الدلة كده ومن غير الثقة ومن غير اللجاجة. فعايزين نتكلم أكتر عن الصلاة باللجاجة وبإلحاح إلى الله، دي ممكن تعمل إيه في صلاتنا؟ هقول لحضرتك، الكتاب بيعلمنا طرق الصلاة والكنيسة بتعلمنا طرق للصلاة. أول حاجة أنا عندي طرق كتير للصلاة، عندي الصلاة الليتورجية اللي هي الصلاة الجماعية دي اللي في الكنيسة، إذا كان قداس إذا كان اجتماع أو رفع بخور عشية رفع بخور بكر، دي كلها اسمها صلاة ترجية جماعية. في صلاة فردية ليا في البيت، صلاة الأجبية أو المزامير، وفي الصلاة الارتجالية أو الصلاة السهمية. كل دي الحاجات دي اللي بتعلمها لنا الكنيسة، لكن الكنيسة بتعلمني لما أجي أصلي، والكتاب بيعلمني لما أجي أصلي. سيد المسيح قال أما أنتم فمتى صليتم فقولوا هكذا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. تاني حاجة الكنيسة حطها في مقدمة كل صلوات الكنيسة صلاة الشكر. ما ينفعش أول ما ابتدي أصلي أقول له يا رب أنا عايز وعايز وعايز، لا، لازم أشكره. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب لأنك عملت كده وعملت كده وعملت كده، أشكرك يا رب من أجل النفس اللي داخل واللي خارج، أشكرك يا رب لأنك أنت خلصتني وسفكت دمك من أجلي. عشان كده نلاقي في مقدمة كل ساعة من سواعي الإجبية صلاة الشكر، فنشكر صانع الخيرات رحم الله. في مقدمة كل صلوات الليتورجية في الكنيسة، في القداس، في رفع بخور عشية، في رفع بخور باكر، في الجنازات بنلاقي صلاة الشكر، نشكر ربنا على كل شيء، بنشكر ربنا على كل شيء. بعد كده ابتدي اطلب من ربنا، بعد ما اقول له فنشكر صانع الخيرات ابتدي بقول له ايه، ارحمني يا الله العظيم. انا حتى الاباء بيطلبوا مننا اوقات كتير استاذ جابر انه نصلي حتى واحنا عندنا ازمه، او نشكر واحنا عندنا ازمه. انا لو عندي ضيقه او فقدت حد عزيز عليا، او في حاجه انا تعرضت لها، اضطهاد، تعب، مرض، ايا كان، اشكر حتى لازم ربنا اشكر ربنا. بقول لحضرتك في الجنازات لما بنصلي على ميت بنقول له فلنشكر صانع الخيرات، بنشكر ربنا. ان احنا نعرف نعمله طول الوقت. لا طبعا، لو بصينا للمراه الشونميه لما راحت لاليشع، اليشع من بعيد شافها فبيقول لها اسلام لك، قالت له سلام، اسلام لزوجك، قالت له سلام، اسلام للولد، ده ابنها ميت وسايباه ميت في البيت، واليشع بيقول لها اسلام للولد، قالت له سلام. ايه ده سلام داخلي. في واحده ابنها ميت وسايباه مضجع على سرير اليشع النبي، ورايحه لاليشع بتقول له سلام، ده سلام داخلي جبار. فعشان كده لما اليشع ابتدى عاوز يبعت تلميذه جهزي معاها، وقال له خد عصايتي وروح مع المراه الشوناميه، روح اذهب مع تلك الشوناميه، قالت له لا يا رجل الله لن اتركك، انت اللي هتروح معايا. ده عندها سلام وعندها رجاء، وثقة. عندي سلام وعندي رجاء ان ربنا هيديني بالحاجه الفلانيه، هيديني. عندك ايمان تاخد هتاخد. طب هو هنا بيكمل داود النبي في كلامه في المزمور او الايات اللي موجوده معانا في مزمور 55، بيقول اتحير في قربتي واطرب من صوت العدو من قبل ظلم الشرير، لانهم يحيلون علي اسما وبغضب يضطهدونني. هو هنا بيتكلم مع ربنا في تفاصيل هو بيعدي بيها، حاجه قلقان منها، حاجه محيراه، حاجه مخوفاه. هو هنا بيقول اتحير في قربتي واضطرب، يعني في حيره وفي كربه وفي اضطراب، في ثلاث حاجات. ليه؟ ده ابنه. وعشان كده لما راح يؤاب عشان قائد جيش داود عشان يحارب، فقال له ترفقوا لي بالفتى ابشالوم، يعني ما تضروش ابشالوم. عشان كده لما رجعوا قالوا له ان ابشالوم ابنك مات، حزن جدا. طب يا داود ده ابشالوم ده هو اللي قام بثوره ضدك، يا داود ده ابشالوم ده هو اللي بيشن الحرب عليك، وده ابنك ان هو قلب ربنا. انا بغلط كتير لكن ربنا بيقول لي تعالى يا حبيبي انا عايز اسمع صوتك. مهما اغلط ومهما اعمل خطيه انا بقول له يا رب انا بغلط كتير، ربنا يقول لي وانا بغفر كتير. كل ما غلط أروح لربنا. الصديق يسقط في اليوم 7 مرات ويقوم، طب الشرير يسقط كم مرة؟
لما الصديق بيسكت 7 مرات الشرير يسكت مرة واحدة لأنه سقط ما قال شيء، لكن ربنا مستني فاتح زراعته. الابن الضال أول ما رجع من بعيد لقى والده باباه قاعد مستنيه، مش قاعد جوه ده قاعد بره منتظره، عشان كده ربنا منتظرني. أول بس ما أقول يا رب هيقول لي نعم يا حبيبي، لما أقول أبانا الذي في السماوات ثق تماما، أول ما تقول له أبانا الذي في السماوات هو بيرد عليك بيقول لك نعم يا حبيبي. عاوز إيه؟ هو عاوز يسمع صوت، لأن كلمة صلاة جاية من صلة، صلة بيني وبين ربنا، زي ما قال كده أحد الآباء إن الصلاة هي حبل بيني وبين السماء. أنا هنا في طرف الحبل الأولاني وفي نهاية الحبل في جرس. بالضبط. لما بتصلي بسحب الحبل ده أو بشد الحبل ده بيضرب جرس في السماء. ملائكة بتسبح لربنا بسبب الصلاة بتاعتي. يمكن أنا ما كنش بعرف أصلي، لكن ربنا عايز يسمع صوتي، عايز يعلمني أصلي، أقول له يا رب ارحمني. في صلاة اسمها الصلاة السهمية، يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ حتى لو مش بعرف اصلي. طب بس هو منا بيتكلم على الحيره والخوف والاضطراب والشرير، احنا اوقات كتير بنبقى محطوطين في نفس الحاجات اللي بيتكلم فيها داوود النبي دي، وبرضه بنبقى متخوفين من الاوضاع اللي بتبقى حوالينا، حيرانين، مضطهدين، متضايقين، مضطربين. احنا عايزين نخلي صلاتنا تحولنا من كل الاحاسيس السلبيه والمشاعر السلبيه دي الى ثقة ويقين ان كل الحيرة دي هتعدي، كل الاضطهادات دي هتعدي، الشرير عمره ما هيقدر يقوى ابدا على اولاد الله. هقول لحضرتك على حاجة، قد يكون انا بصلي وفي الصلاة عدم استجابة من ربنا، وقد تكون عدم الاستجابة هي الاستجابة الحقيقية للصلاة. ما ينفعش اقول له يا رب لتكن مشيئتك او لتكن ارادتك بس انا عايز الحاجة الفلانية. لما اكون بقول له لتكن مشيئتك يا رب اكون مسلم تسليم كامل لربنا ان انا مستني مشيئتك انت يا رب لتكن ارادتك، ما اقولوش لتكن ارادتك بس اعمل لي الحاجه دي انا عايزها، لا، لان انا عقلي غير محدود، لا ده انا عقلي محدود والله غير محدود، فازاي المحدود يسع الغير محدود. وهنا عايز اقول لحضرتك على حاجه، قد الصلاه لا تغير في الامور لكنها غيرتني انا. في احد الاباء جاب سله متفتحه من كل ناحيه وادها الراهب صغير، قال له روح املى السله دي ميه من النهر وهاتها. فطبعا شيء طبيعي لما اخد سله متفتحه الميه مش هتقعد فيها، الميه مش هتقعد، فيروح ويرجع. فالاب الراهب الكبير بيقول له فين الميه؟ يقول له ما انت عارف يا ابويا الميه فضيت. قال له طب روح املى تاني. مره الثانيه الثالثه العشره. فالراهب الصغير من اجل طاعه الاباء الرهبان بيسمع الكلام، فبيقول له بيسمع الكلام، فبيقول له يا ابي انا عارف ان السله مش هتتملي. قال له طب اتغير حاجه؟ قال له الصلاة نطفت من جوه. فقد يكون ان الصلاة ما غيرتش حاجة، لا غيرتني انا من جوه، نظفتني انا من جوه. الفكرة في الاستمرار في الصلاة، الفكرة كلها في ان انا نستمر في الصلاة، استمر لانه اوقات كتير لما ربنا مش بيستجيب بشكل سريع واحنا بنبقى عايزين الاستجابة بشكل معين، يعني حتى ممكن الله يستجيب باشكال تانية ويبعت لنا اصوات تانية، بس احنا لاننا انا عايزة ربنا يستجيب لي في الحاجة الفلانية بالشكل ده فانا مش متقبله اي شكل تاني، فمش سامع صوت ربنا اصلا، فوقف صلاه كمان لانه حاسه ان ربنا مش مستجيب. ما هو ده اللي احنا بنقوله، لتكن ارادتك يا رب بس انا عايز الحاجه الفلانيه. طب ما انا اطرح عليه المشكله، يا رب انا عاوز احسن دخلي، من فضلك يا رب زود مرتبي. هو ممكن يحسن دخلي من 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 حيث حد تاني في البيت عندي، لكن مرتبي زي ما هو. طب ربنا استجاب ولا ما استجابش؟ لكن انا لما ابص لها من ناحيتي انا او من وجهه نظري البشريه الجسديه مرتبي زي ما هو ما زادش، لكن في دخل تاني جالي في البيت. يا رب انا عندي مشكله من حد في الشغل عندي، وليكن مدير عندي او مسؤول عني في الشغل مضايقني، فيا رب انا عاوز اتنقل من الشغل ده. طب ما ممكن ربنا يستجيب بطريقه تانيه، ان المدير ده اسلوبه يتحسن معايا، لكن انا زعلان ان ربنا ما استجابش ليا ان انا اتنقل. طب ما ربنا استجاب لي ان المدير اسلوبه اتحسن معايا. ربنا بيستجيب، وانت انا يستجيب، ممكن يستجيب بعد فتره لكن هو عارف امتى يستجيب ليا.